أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا به ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم دعاهم فلبوا يباهي ذو الجلال بهم ملائكة السماء الأطهار قلوب الناس قلوب الناس في عرفات. آدي بقى ملابس الإحرام اللي هي تعتبر أول ركن من أركان العمرة اللي هو النية، والنية قلنا فيها ملابس أهي. آدي الملابس عبارة عن بشكيرين بيتلبسوا طبعا بدون ملابس داخليه للراجل، بشكير من فوق، ادي البشكير الاولاني وادي البشكير الثاني من تحت، ما فيهمش خياطه طبعا ويستحب اللون الابيض فيه. ده الوضع العادي او الطبيعي اللي انت بتمشي بيه في الحج او في العمره، بتقدر تصلي رافع ايدك بتدعي بتصلي بتتحرك بيه. لكن لو اتكلمنا عن الجزء الاولاني اللي من فوق الكلام هيبقى طبعا الرجال، الكلام ده لسه ملابس النساء هنتكلم عنها. ده الوضع الطبيعي زي ما قلت، بتحطه كده، عايز تحطه فوق كتافك الاثنين كده وتبقى بيه بالطريقه دي ماشي، عايز تعمله كده براحتك، اوعى تحطه فوق دماغك، اوعى، لان ده يعتبر من موانع الاحرام تغطيه الراس زي ما هنشوف. اعلى ده الجزء الاعلى، الجزء الاسفل بقى ويا ريت نركز شويه نخلي بالنا من الاتي. الجزء اللي من تحت ده بتلاقي بعض الناس بقى عامله فيه دبابيس وعامله فيه مش عارف بتاع ده، يعني حاجات تخش كده وتطلع وكلام زي ده، ملوش لازمه الكلام ده خالص. يا ريت تاخد بالك بس من طريقه ربط الاحرام، وهتدعي لي ان شاء الله وانت هناك، لان انت في العمره صحيح ما بتاخدش وقت، يعني العمره بتاخد لها مثلا ثلاث ساعتين مثلا ثلاث ساعات بالكثير مثلا يعني، لكن هتحتاج للربطه دي في الحج بقى، لانك بتقعد في الاحرام مده كبيره، فمش معقول كل شيء هتفضل مدبسه وعامل له كباسين او لا. خلي بالك معايا. الاتي. البشكير اللي من تحت هعمل الاتي. هلبسه كده واجيب الطرفين بتوعه على ايدي الشمال اهو. الطرفين شمال اهم كده اهو. وبعدين اقول كده اعمل مره ونص على بره. تاني. الطرفين شمال اهم اهم كده اهو، امسكهم بيدك الشمال كده اهو، اشفط بطنك هات بقى ايه مره اهي ونص اهي، وبعدين امسك الاثنين وايه واعملهم على بره اهو كده اهو كده اهو، ابرمهم على بره كده اهو كده اهو. هتبص من هنا اهو مستور اهو، بص من هنا برضه مستور، شد شد جامد مش ممكن، ممسوك جامد اهو، ولا كباسين ولا دبابيس ولا حاجه خالص، احنا مش نرمى اهو. امشي بقى واقعد، قوم لف بيه، حسيت ان هو بدا يتخلخل منك يتخلخل منك وانت ماشي عادي، حتى رايح مثلا تعمل اي نسك من المناسك وهو موجود معاك وانت ماشي اهو، هتروح ماسك الطرفين بتوعه كده اهو قبل ما تحل ها، وبعدين تروح عامل كده ادي طرفين شمال مره ونص على بره اهو وانت ماشي،
بس كده لا يمكن يقع منك ابدا ابدا. وافتكر حتى كده وانت ماسكه طرفين شمال كده قول مره ونص على بعض الاحرام البشكير اللي من تحت وده البشكير اللي من فوق. يبقى كده اول حاجه خلصناها اللي هو ملابس الرجال اللي هو في طواف القدوم. زي ما هنشوف انواع الطواف دلوقتي في طواف اسمه طواف القدوم لما بتيجي على الكعبه في العمره هنا يستحب الاتي سنه اسمها سنه الاضباع. الاضباع يعني كشف الكتف اليمين نكشف الكتف اليمين. ازاي هنعمل كده؟ اوعى يجي فوق دماغك. هنجيب اخر طرف اخر الطرف من البشكير ده على كتف الشمال اهو اخر طرف اهو مغطي الكتف الشمال اهو وارميه. هو كان كده ارميه واسحبه من تحت باطي اسحبه من تحت باطي اليمين وارميه على الكتف الشمال. يبقى كده الكتف اليمين اهو ظاهر. دي اسمها سنة الاضباع الاضباع. أما والذي حج الحجيج لبيته ولبوا له عند المهل وأحرموا وقد طأطأوا تلك الرؤوس تواضعا لعزته تعنو الوجوه وتسلم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب منهم. يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم. دعاهم فلبوه رضا ومحبة فلما دعوه كان أقرب.